هل كنت تعرف من هي أكبر قبيلة عربية في الجزائر وفي شمال إفريقيا؟ بل أكثر من ذلك، هل كنت تعرف أن أحد أكبر القبائل العربية في القارة الإفريقية تتواجد في الجزائر، وهذا منذ أكثر من 1000 سنة؟ نعم، إنها قبيلة لدنايل، أو كما يحلو للبعض تسميتها بالنوايل، أكبر قبيلة جزائرية على الإطلاق، وأجمع المؤرخون العرب والأجانب بأنها قبيلة عربية. من حدود تونس شرقا إلى وهران غربا، ومن جبال الحضنة ومنخفضات السهوب شمالا إلى بوابة الصحراء الجزائرية جنوبا، يمتد سيدي نايل، أحد أكبر العروش في إفريقيا والأكبر على الإطلاق في شمالها. وفي الجزائر تحديدا، بأكثر من 15 مليون نسمة يتخذون من عاصمة الحماديين الأولى في ولاية المسيلة، إضافة إلى ولاية الجلفاء ومسعد وبوسعادة، نقطة ارتكاز رئيسية لهم. بالنسبة للتقاليد الشفهية لولاد نايل، تدعي النسب العربية من القبائل القديمة التي وصلت إلى المنطقة منذ حوالي 1000 سنة. والمعروف في معاني الكلمات أن النائل لفظ يحمل ضده، أي يعني العطاء والأخذ في آن واحد. ولأنها منطقة عريقة تاريخا ومن أكثر المناطق الجزائرية المحافظة، فهي أيضا مكان زاخر بالعادات والتقاليد الأصيلة وكل ما له علاقة بالموروث الثقافي والشعبي المتفرد في بلد يسبح في فسيفساء من العادات والتقاليد. ومما يميز منطقة ولاد نايل في الجزائر طابعها الغنائي والفولكلوري الأصيل والفريد من نوعه في الجزائر. ولنساء أهل ولاد نايل لباس خاص جميل يسمى الملحفة النايلية، وهي الملحفة التي تبدع من خلالها المرأة النايلية في أداء رقصة المنطقة في الأعراس والأفراح. وليس هذا فقط، بل إن النساء النوايل يضعن ريشة على رؤوسهن مع ارتدائهن للملحفة في مختلف مناسباتهن السعيدة لتزددن أناقة، وهي أيضا دلالة على انتماء تلك المرأة أو الفتاة لمنطقة تعتز وتفتخر بها. تذكر الأبحاث التاريخية بأن رقصة النايلي تعود إلى شاعر وعلام مشهور في المنطقة اسمه سيدي نايل، فإن حقيقة قصتها عند الرجل النايلي توحي بالرجل المقاتل أو الفارس، لكن في الحرب. ومنذ القدم تشتهر منطقة ولاد نايل في الجزائر وإلى يومنا هذا بأنها منطقة للخيل والفرسان والفروسية، سواء في الحروب القديمة أو لأن تكون سمة فقط للتباهي